السلام عليكم، معكم نزار بالليل من مدينة طنجة، بطل محترف في رياضة القوة البدنية، صاحب الرقم القياسي الوطني في الدفع على الصدر، وإفريقيا عندي 4 ميداليات منها 3 ذهبية وحدة فضية، آخرها بطل إفريقيا في جنوب إفريقيا سنة 2019. القوة البدنية هي نوع من رياضة رفع الأثقال، ماشي هي رفع الأثقال اللي هي الالتيروفيلي، الالتيروفيلي رياضة والقوة البدنية رياضة، ولكن هي فيها كترفع الأثقال. رياضة القوة البدنية فيها ثلاثة الحركات، كاين السكوات هي اللي هي بالعربية القرفصاء، والدفع على الصدر اللي هو البنش بريس، والديد ليفت اللي هو الرفع الميتة. في البطولات ديال رياضة القوة البدنية بحال جميع البطولات، كاين بطولات وطنية، بطولات قارية، وبطولات عالمية، وبعض لي غرون بري بحال ارنولد فيستيفال، بحال اس بي دي غرون بري، كاين دي غرون بري، وعندها 8 د الفئات الاوزان، بحال بزاف ديال الرياضات فيها الفئات الاوزان، يعني كاين ناقص 59، ناقص 66، ناقص 74، ناقص 83، ناقص 93، ناقص 105، ناقص 120، وزائد 120 هو أكبر وزن. وكاين فئات عمرية أيضا، جونيور، أوبن، ماستر واحد، ماستر جوج. إذا من المشاكل اللي كتعاني منها هذه الرياضة، فحنا في المغرب للأسف من الدول قليلة إفريقيا اللي بقى ما عندها الجامعة. حنا في المغرب كنتمثلوا المغرب عبر الاتحاد المغربي للقوة البدنية اللي كيترأسه السيد المامون محمد، والمدير التقني السيد حميد جمال وكيسكن في فرنسا، والمعد النفسي السيد خالد القوا، وكاين باقي الأعضاء. إذا مادام ما عندناش جامعة يعني ما كاينش دعم. في البطولات الدولية فأعضاء الاتحاد والأبطال كيخصهم يمشيو على النفقة الخاصة ديالهم، هذا شيء مؤسف جدا. طبعا أنا شخصيا مشيت عدة مرات على النفقة الشخصية ديالي، والحمد لله في السنتين الأخيرتين تمكنت من الحصول على دي سبونسرز وطنيين، كاين شي وحدين أنا بحثت عليهم، كاين شي وحدين هما بحثوا عليا من بعد الإنجاز الإفريقي الأخير. يعني دابا الحمد لله انا ما كنمشيش من الجيب ديالي، ولكن حنا انا بالنسبه لي كنتمنى كنقلب غير على الاعتراف من وزاره الشباب والرياضه، لان باقي البلدان غير الجيران ديالنا مي كتسالى بطوله افريقيه مثلا، فكتلقى في الصفحه الرسميه ديال الوزاره ديال الرياضه ديالهم، وزاره الرياضه ديالهم، كتلقى الابطال اللي شاركوا، الميداليات اللي ربحوا، التهنئه من طرف وزير الشباب والرياضه. حنا بيرونكور حنا كنظن بان وزير الشباب والرياضه المغربي ما كيكونش كاع في راسو بان الفريق الوطني المغربي للقوه البدنيه شارك في شي بطوله دوليه للاسف. وكنتمناو خير في هذا الوزير الشاب اللي عاد خدا وزاره الشباب والرياضه، كنتمناو عندنا الامل فيه وعندنا الامل في الله دائما. المشاكل اللي كتعاني منها هذه الرياضه في كورونا وعده رياضات ماشي غير القوه البدنيه، هو بحال دابا حنا مثلا في مدينه طنجه، في 7 أشهر فتحنا شهر واحد هو شهر جويلية، شهر 7، يعني في 7 شهور الناس خدمات شهر وتريدات شهر، ومي كنشوف انا الابطال لي زادفيرسير ديالي كيتريدوا كيوجدوا البطولات القديمه كيبقى فيك الحال كتقول حنا كينظموا كاع بطولات، حنا ما كن ماشي كنظموا بطولات، حنا ما كنتريدوش حتى الرياضه، لان دابا في 7 شهور انا تريدت شهر 7 فقط، والكرون بري اللي كاين في ديال ارنولد فيستيفال ما نقدروش نشاركوا فيه، لان باقي له شهرين ما كافياش باش ترجع لا فورم ديالك. دابا القاعات الرياضيه كل مره كيعطيونا موعد، دابا كيقولوا لنا واقيلا نهار 2 الماجي ان شاء الله، كنتمنوا نفتحوا نهار 2، فللاسف هادشي هذا ضر بزاف بالقاعات الرياضيه، وحنا كنعرفوا بان القاعات الرياضيه غير في طنجه مثلا راه عندنا واحد 5000
5000 واحد خدام في هاد القاعات، منهم اساتذه منهم مسيرين منهم مستخدمين، هادو كاملين دابا راهم جالسين في الدار، هادو كاملين عندهم عائلات، هادو كاملين عندهم مصاريف، هادو كاملين عندهم وليدات حتى هما عندهم مدرسه، حتى هما عندهم الدخول المدرسي خصهم يشريو لهم المسائل ديالهم، القاعات الرياضيه عده قاعات رياضيه انا كنعرفهم نزلوا المفاتيح ديالهم، لان ما يمكنش ما بقاوش موقدين يخلصوا الكرا، كتلقى الماتريال ديالهم غالبا كريدي يعني خصهم يخلصوا الاقساط، وباقي اخرين كيقولوا حتى هما غينزلوا المفاتيح ديالهم، مع ان هذا القطاع اللي هو القطاع الرياضي فهو قطاع بالنسبه لي انا قطاع منتج، وقطاع كيجمع لنا الوليدات ديالنا من الزنقه، كيجمعوا من الانحراف، كي الابطال اللي عندنا في المغرب ديال في الرياضات الفرديه منين خرجوا؟ خرجوا من هذه القاعات الرياضيه. فالرياضه للاسف تهمشات وبزاف القطاعات ضروا. انا ما دابا كنهضر على الرياضه كوني رياضي، ما هما قطاعات بزاف، بيع وشراء في طنجه وقف تماما، الناس ما عندها والو مساكن، الناس الله يحسن العون. وباش توقف واحد الانسان واحد السيد كان خدام وتوقفوا الصحة، توقفوا تجلسوا في الدار وما تعطيش شي تعويض، فهذا غريب. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.